السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware Sphere 7. استكمالا لموضوع Creating Virtual Machine، كنا في الفيديو قبل اللي فات اتكلمنا ان Virtual Machine بتتكون من Hardware Device, Computable Setting و Operating System وآخر شيء VMware Tools. احنا بالفعل كريتنا الفيرشوال ماشين، حددنا رامات بروسيسور ستورج نتورك، حددنا الكومباتيبلتي سيتنج الخاصه بيها، اخترنا الاوبريتنج سيستم في السيناريو بتاعنا، عملنا ديبلوي لويندوز سيرفر 2016. قلنا بعد كده لازم تنزل الفي ام وير تولز. ايه بقى هي الفي ام وير تولز والهدف منها؟ الفي ام وير تولز دي هي مجموعه من الفيتشر بتديك بتعمل انهانسمنت في البرفورمانس للاوبريتنج سيستم وبعض الفيتشر على مستوى الفيرشوال ماشين في حد ذاتها. وزي ما قلنا في الفيديو قبل اللي فات، كل اللي اتعامل مع الفي ام وير ورك ستيشن كان مجرد ما بنعمل ديبلوي او نكرييت فيرشوال ماشين جديده كنا بننزل الفي ام وير تولز، اللي ده كان بيدينا بيرفورمانس افضل على مستوى الديفايسز، على مستوى الجرافيك انترفيس، على مستوى البرفورمانس بتاع الماوس الكيبورد، نقدر ندخل في الكونسول ونخرج منه مفيد. ده كلها حاجات نفس اللي موجوده في الفيم ورك ستيشن، نفس الموجود هنا على مستوى الفيرتشوال ماشين اللي على الاي 6 اي، بل بالعكس طبعا في بعض الفيتشر اللي ما بتشتغلش بدون وجود الفيم وير تولز. يعني مثلا عمليه التايم سينكرونايزيشن، لو ما عندكش ان تي بي سيرفر ومحتاج الفيرتشوال ماشين تابديت التايم بتاعها، طب هتجيب التايم منين؟ ممكن في اوبشن معين وهنشرحه بعد كده ان شاء الله، ازاي تخلي الفيرتشوال ماشين يبقى فيها تايم سينكرونايزيشن من الاي 6 اي سيرفر اللي هي كرييتد عليه. في الحاله دي لازم تكون مثلا حاجه زي الفيم وير تولز انستول. في مثلا بعض الفيتشر الخاصه بالشات داون والريستارت للفيرتشوال ماشين، دي برضو لازم يكون بريكوزيت ليها الفيم وير تولز سينكرونايز. ففكره الفيم وير تولز دي مفيده جدا لينا، علشان كده مجرد ما بنعمل ديبلوي وكرييت للفيرتشوال ماشين وديبلوي للاوبريتنج سيستم، نبدا على طول نكري ان ديبلوي الفيم وير تولز. طيب الفيم وير تولز دي موجود منها اصدارات كتير للعلم. كل ما بينزل ESXi فيرجن جديد، في الغالب بنسبة كبيرة جدا بيكون في اصدار للفيمور تولز. علشان كده في احد اليوز كيس المشهورة جدا لو مثلا عندك ESXi 6.7 ومكريت فيرشوال ماشين وشغال عليه لمدة كبيرة، بعد كده مثلا حابب تعمل ابجريد لل7 او 7 ابديت 2، بتعمل طبعا ابديت وابجريد للفي سنتر للاي 6i. على مستوى الفيرتشوال ماشين ايه الابديت اللي احنا بنعمله؟ بنعمل ابديت للفيم وير تولز. حتى لو ما عملتش الابديت ده، بتلاقي ظاهر لك رساله على الفيرتشوال ماشين يقول لك ان في نيو ابديت للفيم وير تولز المفروض بتبدا تعمله عشان تستفاد من لو في اي فيتشر جديده في الفيرجن الجديد. فعمليه الانستليشن للفيم وير تولز بسيطه جدا، هي اوريدي امبيدد والسوفت وير موجود على مستوى الاي 6 اي، مجرد ان احنا بنعمل له اتاتش على الفيرتشوال ماشين وبنبدا نعمل له ديبلوي من داخل الاوبريتنج سيستم. طبعا في بعض الاحيان ممكن يكون الفيرجن مثلا اللي هو اللي موجود عندك كوربتد، مش قادر تعمل له اتاتش او كده، انت تقدر من على السايت بتاع فيم وير تحت الكاتيجوري اللي هو سوليوشن للفيم وير سفير، تقدر تداونلود الفيم وير تولز للفيرجن اللي انت محتاج. يعني ده مثلا بتختار فيرجن 7 يجيب لك الليتست عندك. يعني مثلا في ال7 اول ما نزل كان فيه 11.5، حاليا بقى فيه احدث من كده، فتقدر تعمل داونلود ليها. لكن ده هتبقى سيناريوهات نادره قوي ان انت تحتاج تعمل له داونلود وبعد كده ترفعه على الاوبريتنج سيستم، لان هو اوريدي موجود على مستوى الاي 6 اي. يعني مثلا خلونا كده نشوف الموضوع ده بشكل عملي. احنا طبعا في فيرتشوال ماشين عندنا اللي احنا كريتناها في الفيديو قبل اللي فات، اللي هي كنا بنسمي اي بي سي دبليو اس كيو ال 01. حاليا بكل بساطه لو حابب تعرف هل الفيرتشوال ماشين اللي عندك الفيم وير تولز انستولد ولا لا، هتلاقي موجود عندك افتتاح على الفيرتشوال ماشين، تلاقي الحاله بتاع الفيم وير تولز نو. هنا بقى المفروض لو الفيم وير تولز انستولد بالفعل هيقول لك اه هي انستول وفيرجن كذا، ولو في ابديت يقول لك بين قوسين يعني ان في ابديت جديد. يعني مثلا خلونا ندخل على السيرفر الرئيسي اللي موجود عندي ونشوف مثلا الشكل بتاعها بعد ما تنزل. يعني مثلا على فرض الفيرتشوال ماشين دي،
شوف هنا مثلا نوت ال في ام دي ويندوز سيرفر برضو ال في ام وير تولز يس انستولد خلاص تمام. لو عايز تعرف الاصدار بتاعها لو جيت تحت هنا هتلاقي مكتوب اهوت ده الاصدار 10.3.5 لان دي نازله على اس 6 اي 6.7 يعني في الاس 6 اي 7 بدايه من فيرجن 11. طيب اهم شيء دايما خلي بالك من نقطه ان هي تكون انستولد يعني يس يبقى هي انستولد وان هي تكون راننج لان هو في الاول في الاخر هو سوفت وير. احيانا ممكن انت تعتمد ان ان في الفيرشوال ماشين الفيمور تولز انستولد وان هي يس لكن هي السيرفيس بتاعته مش شغاله او كراش او فيها حاجه فلازم تتاكد ان هي راننج لان زي ما قلت لحضرتك في بعض السيرفيس اللي هي معتمده على الفيمور تولز لو الفيمور تولز ما هيش نازله او مش راننج خلاص اكن كده ملهاش وجود اصلا. طيب خلونا بقى نشوف ازاي على الفيرشوال ماشين بتاعتنا دي لو حابين نعمل انستول الفيمور تولز. اول حاجه احنا قلنا السوفت وير ده اوريدي موجود على الـ A6i في حد ذاته. احنا دلوقتي عايزين بقى نعمل له اتاتش على الفيرشوال ماشين ده عشان ندخل من داخل الاوبريتنج سيستم ونعمل له انستول. انت اصلا بوجه عام لو الفيرشوال ماشين دي جديده او والفيم وير تولز مش انستولد هتلاقي مديك الرساله اللي تحت دي ان هو بيقول لك ان الفيرشوال ماشين دي مش انستول وكده الفيم وير تولز مش انستول. بكل بساطه تقدر من الرساله اللي ظاهره دي هتيجي هنا في الجيست او اس هتلاقي عندك انستول فيم وير تولز. لو هي اوريدي انستول وفي تحديث جديد هيقول لك ابديت جميل فهو بيبقى في الشكل ده. طب لو الرساله دي مش ظاهره بالنسبه لنا او احنا كنا قفلناها كده يعني انت اصلا ممكن تكون مثلا قفلت عادي خالص لو انت جيت على الاكشن من هنا هتلاقي عندك الجيست او اس انستول. لو جيت على اسم الفيرشوال ماشين ورايت كليك هتلاقي برضو اداء الجيست او اس. فهي كلها نفس المكان بتعمل له ديبلوي او اتاتش يعني من الجيست او اس هتلاقي الجزء بتاع الفيم وير تولز ايا كان بقى في القائمه الرئيسيه من هنا كلهم نفس الفكره. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي بكل بساطه؟ المفروض مجرد ما انا بقول له انستول فيم وير تولز هل هي هتنزل؟ لا هو مجرد ان بيعمل اتاتش للسورس ده كايزو فايل داخل السيد روم اللي هي فين؟ اللي في الفيرشوال ماشين. يعني احنا دلوقتي قبل ما نعمل له اتاتش لو جينا على الفيرشوال ماشين دي وفتحناها كده في الكونسول وجينا في الاكشن وفي الجيست او اس كده قلنا له سند نعمل الت كنترول ديليت عشان نلوجن عليها هي كده. دي احد الاسباب ان الفيم وير تولز مش نازله ان بتلاقي في بطء شويه. طيب الباسورد بتاع الاوبريتنج سيستم عندنا ده طبعا يعني دي الفيرتشوال ماشين اللي احنا نزلناها في الفيديو قبل اللي فات وده اول مره لوجن عليها يعني علشان كده هتاخد بس ثواني كده تكريت البروفايل. يعني احد الحاجات اللي بتلاحظها او الريزوليوشن بتاع الشاشه والجرافيك انترفيس والكلام ده بتلاقي ان احنا ما نقدرش نعمل ريزوليوشن عالي بدون الفيم وير تولز ان هي تكون انستولد. طيب ده كده الفيرشوال ماشين الجديده بتاعتنا. النقطه اللي عايزين نشوفها لو احنا دخلنا كده على الماي كمبيوتر دخلنا كده على الاكسبلورر ثواني تفتح. لو دخلنا كده في البي سي عندنا هو حتى الان السيد روم اتاتش دي على الايزو بتاعت الاوبريتنج سيستم اللي احنا معرفينها له. مجرد ما انا هقول انستول للفيم وير تولز السورس بتاع الفيم وير تولز بينضاف فين؟ في السيد روم عندنا تمام. فانا قصدت ندخل نشوفها الاول. طيب خلينا كده نيجي نقول له انستول هنيجي في الجيست او اس وانستول فيم وير تولز. مجرد ما ده هيحصل اهو عمل اجكت للسيد روم خرج الايزو اللي فيها او اي سيد روم ورجع دخل الفيم وير تولز. فالفيم وير تولز بتظهر اكنها سي دي ايزو داخل الفايل. نفتح الدبل كليك عليها على طول وهيبدا نعمل السيت اب. السيت اب طبعا بتاعها بسيط نيكست 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 فينش دقيقه واحده بيكون خلصان. طبعا بالذات لما يكون نيو انستليشن هو بيحتاج ان هو يعمل ريبوت للويندوز. الابديت لو بتعمل ابديت من فيرجن لفيرجن بنسبه كبيره بيحتاج برضه ان هو يعمل ريبوت. يعني بوجه عام نيو انستليشن اكيد هيعمل 100% هيحتاج يعمل ريبوت بعد ما ينزل. ده طبعا نخليها تيبيكال على طول ويعمل انستول. فتخلي بالك ان هو بيحتاج ريبوت لان
لو حبيت تعمل له ابديت، يعني ده اوريدي فيرتشوال ماشين شغاله وعليها داتا وممكن يكون في ابلكيشن وناس بتكونكت عليه، فتخلي بالك ان هتحتاج ان انت بنسبه 90% الابديت للفيم وير تولز بيحتاج برضه ريبوت، فلازم تعملها في وقت ما ياثرش على السيرفيس اللي عندك. طبعا لو ما عملتش ابديت، يعني لو هي اوريدي انستولد وشغاله مثلا من فتره وفي اصدار جديد نزل وهي نفسها الفيرتشوال ماشين جه على رساله ان تعمل ابديت للفيم وير تولز، لو ما عملتش الابديت يعني مش هيبقى في سلبيات كتير او فيتشر كتير هتخسرها، يعني لان زي ما قلنا عمليه الابديت للفيم وير تولز هيحتاج ان تعمل ريبوت للاوبريتنج سيستم، فاحيانا ممكن يكون عليه داتا مهمه او ما نقدرش ناخد داون تايم او كده، فبالتالي مفيش مشكله ان انت تشتغل فتره، لكن مع اول فرصه ان انت تعمل ابديت الفيم وير تولز تنفذ الابديت على طول. شوف كده مجرد ما هو بدا يعمل انستول كبر الريزوليوشن بتاع الشاشه على طول، هو كده خلاص يعتبر خلص بيشيل الفايلز اللي مش محتاجها، هو سريع جدا ويعتبر ما بياخدش دقيقة بالكتير. تمام كده خلص فينش اهو، قال لنا ان احنا محتاجين نعمل ريستارت. طبعا ممكن ما تعملش ريستارت دلوقتي، لكن ما دام ان هي اوبريتنج سيستم جديد ومفيش لسه على حاجه خلاص نقول له يس فهيبدا يعمل لها ريستارت. طبعا ليه بيعمل ريستارت؟ علشان في بعض الفيتشر بيعدل اصلا على مستوى الفيرتشوال ماشين وفي السيتنج بتاعتها فبيحتاج يعمل ريستارت. لو احنا شفنا بقى كده على الفيرتشوال ماشين اهي الفيم وير تولز يس خلاص هو كده قرا ان هي انستول، ولو جينا كده على مستوى الفيم وير تولز هنا في جنرال سيتنج نشوف الاصدار بتاعها الفيم وير تولز 11.2.5 ده اللي هي الكومباتبل مع ال7 ابديت 2 ده اللي كده. طبعا مع 7 ابديت 3 هيبقى الرقم طبعا احدث. حاليا الرننج نو لان هي الفيرتشوال ماشين بيتعمل لها ريبوت يعني شات داون او ريبوت هيقرا طبعا نو لغايه ما تشتغل تاني، انما هي الفيرتشوال ماشين ما دام نزلته مره حادثه وهي بار اون او بار اوف هيبقى قاري الاصدار بتاعك وقاري ان هي انستولد لان خلاص هي اتسجلت في الفي ام اكس اللي هو ملف التشغيل الخاص بالفيرتشوال ماشين. لو فتحنا تاني كده نشوف الاوبريتنج سيستم بتاعنا اشتغل، شوف هتلاحظوا اول حاجه ان الانترفيس الكونسول كبر، ما بقى دلوقتي يقدر يعمله بريزولوشن اعلى. خلونا كده نفتحه في كونسول ويب افضل عشان نعرف نتحكم فيه. نفتحه تابه ثانيه. طبعا زي ما قلنا ان الفيرتشوال ماشين عندك تقدر تفتحها في الكونسول او في ويب انترفيس افضل. طبعا الويب بيديك الشاشه تقدر تعملها فول سكرين اكبر يعني. تمام ده كده خلاص الاوبريتنج سيستم بتاعنا اشتغل تاني. نعمل الت كنترول ديليت اول ما نضغط هنا تمام، ونلوجن على عادي تاني عشان نشوف الملف او الفايلز الخاصه بالفيم وير تولز. طبعا الفيم وير تولز لو انستولد وراننج المفروض بتلاقي ليها ايكونز هنا جنب الساعه على اليمين تحت، دي المفروض تظهر معانا دلوقتي. لو جينا كده لسه بيحمل، والمفروض لو دخلنا تاني على السيدروم نشوف ال شوف هنا على طول عمل خرج السي دي بتاع الاي بتاع الفيم وير تولز ورجع تاني للايزو اللي هو بتاع الديف دي اللي احنا عاملين له اتاتش، فهو ده الاساس اللي بقى موجود. ده كله بيحصل بشكل اوتوماتيك. المفروض لو جينا هنا اهي ده الايكون بتاع الفيم وير تولز، دي لازم تبقى موجوده هنا على طول. لو مش ظاهره هنا لا كده تبقى فيها مشكله وما يشرن، لازم تبقى موجوده هنا بالشكل ده. ده لو انت عايز تعمل لها ديسيبل او تحذفها من هنا، لكن اجمالا دي بتتساب شغاله على طول ما فيش فيها اي مشكله لان هي خلاص هي سيرفيس شغاله امبيدد دلوقتي مع الاوبريتنج سيستم زي اي سيرفيس موجوده وشغاله. طبعا حاليا الريزوليوشن تقدر تخليه يبقى اكبر حسب بقى ما الجرافيك انترفيس عندك يسبورت قد ايه، يعني انت ممكن يبقى عندك موصل جرافيك كارد كبير ولكن مش قادر تستعمل الريزوليوشن بتاعته بسبب ان الفيم وير تولز ما هياش انستولد او مش شغاله بشكل مظبوط. الفيتشر برضو ايه الثانيه اللي بتظهر بالنسبه لنا؟ زي ما قلنا الجست هنا هتلاقي في عندك حاجه اسمها شات داون وريستارت. الشات داون والريستارت دول التابتين دول ما بيظهروش الا في حاله واحده، لو الفيم وير تولز انستولد. يعني انت عندك في البار اون فيه باور اون باور اوف سسبند ريسيت،
باور اون يشغل فيرتشوال ماشين، باور اوف يعمل لها باور اوف. طب ايه الفرق بين الباور اوف والشت داون؟ ودي نقطه مهمه جدا. الباور اوف ده كده زي ما يكون مثلا البي سي عندك او السيرفر فصلت الكهرباء عنه مره واحده، فطبعا ده مش سيف اصلا ان هو يحافظ لك على الداتا، ده طبعا ما تستعملوش خالص. انما الشت داون اكن دلوقتي دخلت داخل الاوبريتنج سيستم وعملت شت داون سيف بشكل مظبوط. الريستارت برضو ان انت بتعمل ريستارت بشكل طبيعي زي ما كنت دخلت داخل الاوبريتنج سيستم وعملت ريستارت مقاومه. انما ريسيت ده اللي يعتبر اعاده تشغيل انفورس زي ما يكون برضو بتفصل الكهرباء، ده بتستعملها لو الجهاز الفي ام هنجت او كده. لكن الشت داون والريستارت دول استحاله يبقوا ظاهرين عندك وشغالين الا لو الفيم وير تولز نازله، لان الشت داون والريستارت حاليا الفكره بتاعتهم ايه؟ بدل ما انت تفتح تدخل على الكونسول كده وتيجي على الشت داون وتبدا في الشت داون هنا تقول له اعمل لي شت داون او ريستارت، لا انا مش محتاج اعمل لوجن، وانت ممكن يكون برضو مالكش اكسس على الاوبريتنج سيستم ده، فبدل ما تسال الاونر بتاعها هات لي الباسورد خلاص انتوا متفقين ان انت هتعملها مثلا ريستارت او كده، يبقى الموضوع بكل بساطه من الاكشن هنا في الجيست او اس هتلاقي عندك ريستارت والشت داون. ده كده بتعمل سيف للاوبريتنج سيستم بتاعك ولو في اي فايلز موجود عليه. لكن الشت داون والريستارت ما بتكونش شغاله بدون ان الفيم وير تولز تكون انستولد وراننج. لو مش انستولد وراننج خلاص ما تقدرش الفيتشر دي تظهر بالنسبه لك. فنقطه الفيم وير تولز دي مهمه جدا، مجرد ما تكريت الفيرتشوال ماشين الجديده وتنزل الاوبريتنج سيستم تبدا تعمل انستول للفيم وير تولز، ما بتاخدش معاك دقيقه ريستارت تبقى نازله، بتديك بيرفورمانس كويس جدا، تقدر تدخل بالماوس وتخرج عادي ما فيش اي مشكله، وفيتشر تانية كتير. في خلال دراستنا لكورس الفيسفير في حاجات هقول لك لازم تكون الفيم وير تولز انستولد عشان الفيتشر دي تشتغل. ده كده كان الموضوع بتاعنا النهارده، ونشوفكم في فيديو قريب جدا ان شاء الله. السلام عليكم.